لك دائما هنا كنا معنا في صدى البلد. ميرسي جدا شرفتونا النهارده, ويا رب تكون الفيديو عجبكم وتكون حاجه شويه مختلفه عن كل سنه. الحمد لله النهارده كان رائع وكان فيه تصاميم مميزه جدا, ويعني هاني البحيري نقدر نقول فوق على نفسه كل مره. الحمد لله الحمد لله. كلمني بقى عن الاحساس وازاي التجهيزات كانت للدفيلين. التجهيز بقى له سنه وخارجه من الدفيلين اللي فات في مصر 4/12 للنهارده 10/12, فات سنه من 2017 ل 2018. يعني بطلع من الفاشن شو على السنة بحلها بحضر الفاشن شو التاني. ايه الفكرة جات منين انت تلبس السانيكوت سيفا السنة دي بإستان الرئيسي دي؟ كل حبيبتي وصاحبتي جدا وعشرة عمري, وكانت موديل بتشتغل معايا وكانت اختها نادين سابا اول ما اشتغلت معايا في الموديلينج وفرد الاسياء من سنين. واحنا النهاردة يعني قلنا الناس بتروح دايما على بيروت تلبس اللبناني, فاحنا جبنا اللبناني يلبس مصري. يعني كانت فكره حلوه, كانت فكره ان احنا نعمل اغلى فستان في العالم علشان مجوهرات مصريه وديزاينر مصري, وفكره ان احنا بنطعم برضه في بناء وطن عربي واحد, اللي تلبس مش مصريه والديزاينر مصري والفستان وكده. يعني عارفه الفكره شكلها حلو مختلفه, والحمد لله الناس كلها حبت الفكره والناس كلها حاسه كويس.